عليكم السلام. دلال ربيعة، كنسكن في المدينة الجديدة. فايت مني كنت كنلعب كرة القدم النسوية. إوا دابا ما ساعدنيش الوقت، جيت خدمت هاد الباركين شي 8 سنين بحال هكاك، 8 سنين عندي الوليدات وداك الشيء. قلنا نتقاتلوا، كملنا الله ما نكملوا في الباركين على قبل الوليدات باش نعيشوهم، نوصلهم داك شي حاجة اللي ما وصلناش حنا يوصلوهم هما. دابا تقريبا عندي 5 بخير وعلى خير الحمد لله ونشكره بهذا البارك. كيتعاملوا معايا مزيان، بالعكس ملي كيشوفوا مراه خدامه في البارك راه هما كيحاولوا يزيدوا. نحاول حتى انا كنضطر كنتزاد في هذا الشيء، ما كنلقاش المشكل. واخا كنلقى شي مشكل ولكن ما كنديش عليهم. هذا هو اللي بغى يخدم وبغى يوكل وليدات الحلال غادي يصبر، واخا يسمعها غادي يصبر. نشكرهم وكنقول للعيالات يتوقدوا ويخدموا. الخدمه راه مهمه وعباده، ماشي حنت الراجل ما خدامش خاصنا نتعاونوا. حنت الا درنا يد في يد راه غادي نتعاونوا، ماشي حنت لا حنت الراجل بارك انا مثلا البريك ولا لا، خاصهم يتعاونوا. كل مره كالراجل الوقت خاصها تخدم عادي داك الشيء. دابا ولا عادي كل مره كالراجل. انا بالعكس انا كنفرح انايا خدامه بخير وعلى خير مع حتى وليداتي الحمد لله. هاد الناس معاونين معايا، ايكو شاكو، الناس ديال لاراديج كلهم معاونين معايا، الناس ديال الدفاع كل واحد تيعطيني شويه من هك وشويه من هك. المهم سيكري الوقت. السيمانه كنا رايحه السبت الحد، صبت الحد كنجلس مع وليداتي، تنخرج معاهم، تنمشي معاهم الرحله، تنمشي معاهم اي بلاصه، تيران اي بلاصه كنمشي، المهم فاهمه مع وليداتي، خير واكله شاربه الحمد لله، وتنهديها للعيالات كاملين، تحياتي ليهم، وتنقول لهم نوضوا ترجلوا وخدموا، وكنتمنى لهم الخير والسعاده، وراه غادي يلقاو الخير اكثر من هكا الا نوضوا خدموا. باقي الخير في البلاد الحمد لله، باقي الخير، والله الا كاين الخير، شتي ولاد البلاد، والله الا كيتعاونوا معانا. ولاد جديده كاينين اي بلاصه كازا كلشي كيشوفونا كيجيو يتعاونوا معانا، ماشي نكذبوا كلشي كيتعاون معانا، هذا كلام الحق نقولوه. ها هما الناس ديال ايكوشاكو تتعاونوا معايا، الناس ديال لاراديج كيتعاونوا معايا، الناس الحباب برانيين تيتعاونوا معايا الله يخلف عليهم وكثر خيرهم. واللي بغى يتعاون معايا بشي حاجه ما كاين حتى مشكل، مرحبا به والله يسهل عليه والله يخلي ليه وليداته. انا في لاراديج خدامه، هذا الشيء اللي غنقول هو هذا كبير عادي. انا تالفرح، انا تالفرح، انا لو كون راجل خدام شي خدمه رسميه نقدر نولد بزاف الاولاد ونتفاهم مع وليداتي ونقدر ندير فرقه ديال الكره بوليداتي، ما عنديش المشكل. ديما انا ضاحكه وديما ناشطه وديما بخير، ديما الابتسامه واخا ما يكونش عندي، يعني ديما ضاحكه الحمد لله. وكنشكركم حتى نتوما، تنشكر هاد الناس وكنشكركم حتى نتوما اللي وقفتوا معايا وجيتوا حاولتوا تبينوني. كنت شويه ولكن دابا الحمد لله هذا هو اللي كنتمنى، وكنتمنى لكم الخير والشكر، ونتمنى لكم الخير والسعاده والله يسهل عليكم حتى نتوما. ربيع شنو هو اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.